بعده ايه اللي بعديها يستطيع الاسماعيلي انه بمجرد ما احرز الهدف في المباراه اصبحت في حوزته. انا بقول لك ثلاث فرص من اللي ضاعوا كانت تخلي النتيجه 6-1 في وجود بيدرو مساعد مانويل جوزيه. بيدرو لتاني مره يكسب، وهذه هي يعني قيمه الصبر على مدرب. يعني خسر مباريات الحقيقه كانت مش صح في حقه يعني، لكن رجع تاني تملك امره وهو ينفرد بالمركز التاني باريحيه. طيب الكابتن حسام البدري الحقيقه الشوط التاني لما ادى فرصه لحسام غالي بان تاثير الكابيتانو، وحسام غالي في الفتره اللي فاتت الناس اللي كانت بتفسر عودته من الإعارة السعودية عشان يرجع لناديه قال لك فواتير انتخابية، عشان الكابتن حسام غالي كان عنده موقف في الانتخابات، عشان حسام غالي ما عرفش ايه، ومحدش استوقفه كتير كفاءة حسام غالي كلاعب. كلاعب لما يلعب مباراة ودية مع الأهلي في الفجيرة نلاقي مارادونا شفته قال ايه عنه في الكلام اللي قاله لنا علي معالي الأسبوع اللي فات. لكن كمان حسام البدري نفسه في رأيه في حسام غالي تحدث للكابتن أحمد شوبير في الراديو، نسمعه. فرصة استمرار حسام غالي بعد أن أعلن نيته في الاعتزال. حسام غالي بمنتهى المصداقية أنا بتكلم، يعني كنت بتكلم مع ويمكن بعض أعضاء الجهاز الفني هيسمعوني دلوقتي، أنا بتكلم أكيد كنت لسه بتكلم وأنا موجود في الامارات على حسام غالي، بقول ان في امكانيه ان حسام غالي يستمر تاني في الملعب، ولسه عنده القدره ان هو يستمر في الملعب ولسه يقدمه في اوقات، لان طبعا يعني كنت لسه بتكلم معاهم بقول لهم لسه حسام قادر على ان هو يستمر، وحتى امبارح كنت بدردش معاه شويه كده فبقول له ايه ما تفكرش انك تكمل تاني، فلسه بيقول لي لا لسه يعني انا يعني خدت قرار ان انا قلت له لا لسه ما نستعجلش، بس عشان لسه كل حاجه بوقتها تمام. حسام غالي لم يتقرب اي حاجه بالنسبه له سواء حاجه هيتكلم، لكن حضرتك بتفضل انه يستمر سنه كمان. عنده الامكانيه حسام غالي، وانت محتاجه في فريقك السنه الجايه. طبعا. طب ده تصريح مهم. إذن كلام الكابتن حسام البدري على كفاءة حسام غالي وعلى قدرته أنه هو يكمل، مش زي ما الناس فاهمة أنه هو الراجل جاي يبطل ويعلن اعتزاله بالفانيلا الحمراء. ده رأي الكابتن حسام البدري. خلي بالك دور اللي في فترة من الفترات الناس قالت أنه هو مش في صف حسام غالي. يعني دلوقتي كابتن حسام يستطيع أن يلعب دور صانع اللعب بسهولة جدا، بس في أي حتة تحطه هيلعب. ده راجل عنده من المهارة والخبرات أنه بالجهد المنظم يقدر يعمل كده. انت مش طالب منه دلوقتي انه يبقى يرجع ويقطع ويزح، ولو انه بيعملها يعني بيعمل فرمل وبيعمل وبيدافع وكل حاجه. الكابتن حسام غالي اعلن انه جاي عشان عايز يعتزل في نهايه الموسم يعني في النادي الاهلي، لكن والله الملعب ده غريب جدا. يعني فويرا النهارده لما يعني يلقى اهتمام النادي الفوير عشان يروح يحترف فيه ويصعد بيه او يعزز مكانته اذا كان هيصعد، ومدرب زي مارادونا يراه لاعب مبدع ويراه كذا، انت بتبقى في حيره. يعني انت لما كان لعيب الناس بتقول لك اقعد وانت عايز تبطل في ناديك، القرار مش سهل برضه. طيب بمناسبه صانع اللعب والفراغ اللي موجود في الفريق اللي الناس شايفاه كده، صالح جمعه نجم الاهلي وصانع العابه المعارض الفيصلي السعودي، يمكن طلع المصري اليوم بيقولوا صالح جمعه بيرفض العوده عشان مش عايز يرجع يقعد على الدكه، وكانه يعني الناس لما اتكلمت على صالح جمعه يرجع لانه هناك فراغ تركه عبد الله السعيد، فالناس لما اتكلمت انه صالح من محتاجه الاهلي انه يرجعه لا، قال لك صالح مش عايز يجي خوفا من الدكه. ده بيقول له خلي بالك هو مش صالح اللي بيقول كده. ده هو نفس الجورنال البهوات اللي ما راهمش غير السموم للنادي الاهلي والتلميحات والايحاءات. يعني الحقيقه حتى ما فيش نوع من انواع التوازن،
طب المره دي اهاجم بكره يعني اقول خبر معتدل بعده اعمل وبعدين ارجع اهاجم، لا تك 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 بطريقه مكشوفه قوي قوي مكشوفه قوي.